الله وين تكونون؟ على البيت جهزنا كملنا مثلا الرياض كملنا على كلها الساقة كملنا هاي الساقة. طبعا التصوير يوسف اللي يصور. تعال بابا. هذا الأرضيات. هذا صور زين الأرضيات كملناها. تعال نايم. هاي الغراب عندنا. هاي استقبال كملنا الأرضيات ثلاثة. هاي الغرفة طبعا هي وإزارات أكود. الدرج هم كذلك. هذا كل الدرج جهزناه. هذا كلها هذا سبالي طبعا. هذا كله كملناه بشكل هذا كله. هاي الارضيات. هاي الارضيات كلها. هذا كلها. افتح لي باب التركي يوسف. هذا الدرج الثاني. هاي الغرفة. هاي كلها لزارتها وكملناها بشكل صحيح. هذا الدرج هم كذلك هذا الثاني. هذا منا كله اللي فوق البيتونة. هذا احنا وصلنا الإزارة بس الارتفاع ذاك أكثر 15 سنتي تقريبا. كملنا هذا كله. هذا التريك كله كملناه. هذا من هناك ارتفاع التريك لهنا تقريبا هذا كله. شوف هاي قصيناها نصين عم يصير